بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، ونقدم إليكم اليوم تفسير حلم جديد، ألا وهو تفسير حلم الحمل للمتزوجة في المنام لابن سيرين، حيث تم الربط في القرآن الكريم بين الحمل والشدائد وكثرة الهموم. وينصح البعض من يرى حلم الحمل بكثرة الاستغفار، وخاصة النساء، حتى يزول الهم والحزن. وفي هذا الموضوع سوف نتحدث عن تفسير حلم الحمل للمتزوجة في المنام بالتفصيل للشيخ الجليل محمد ابن سيرين. تابعونا. حيث يدل رؤية المتزوجة للحلم في المنام على النكد، وفي حالة رؤية المتزوجة نفسها حامل في المنام وفي الحقيقة انقطع عنها الطمث، كان ذلك دليل على تأكيد حملها. وتفسير حلم المتزوجة للحمل وفي الحقيقة هي غير حامل، دل ذلك على اشتياقها لرؤية الذرية الصالحة. وفي حالة رؤية الرجل زوجته حامل في المنام، دل ذلك على كثرة الخير القادم له. وإذا رأت المتزوجة أنها تطلق اسم أحمد على مولودها في المنام، فيدل ذلك على قدوم ولد لها، وغالبا ما يسمى محمود. وفي حالة وضعها في المنام لمولود بنت وتعطيها اسم، فيدل ذلك على أنها سترزق بها في الدنيا، وهذه بشرى من عند الله تعالى. وأما إذا رأت المتزوجة نفسها تطلع على جنس الجنين، دل على قرب خبر جيد في القريب العاجل. وأما رؤية المرأة المتزوجة نفسها حامل في المنام وهي غير حامل، فرؤية المرأة المتزوجة نفسها حامل في المنام يرمز إلى الخير في حياتها، وذلك من خلال تفسير العالم ابن سيرين بهذا. وإذا كانت السيدة تفكر في الحمل بشكل مستمر، دل هذا على حملها بولد بار وصالح. وأما إذا كانت لا تفكر في الحمل، دل ذلك على أنها ستحصل على وظيفة جديدة براتب كبير، بالإضافة إلى حدوث تغيير كبير في حياتها. وهكذا أعزائي نكون قد أوضحنا لكم بالتفصيل تفسير رؤية الحمل للمتزوجة للعالم محمد ابن سيرين، وأنه يدل على الخير في أمور كثيرة برغم وجود حالات يدل فيها على المتاعب والهموم. وأخيرا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وشكرا لكم على المتابعة.